في احصائيه عن موضوع العادات بتقول ان 40% من اعمالنا اليوميه هي عادات. تتخيل معايا كده لو احنا حولنا ال 40% من اعمالنا اليوميه دول الى عادات صالحه او عادات مفيده، الموضوع هيفرق معانا جدا في جميع جوانب حياتنا، بل بالعكس هيفرق معانا جدا على مدار حياتنا كلها. في الفيديو ده هشارك معاك 5 عادات غيروا حياتي للاحسن وللافضل فعليا. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك لان ده فعلا بيساعد، وخلونا نبدا باول عاده. اول عاده كانت اخر عاده انا اكتسبتها في العادات، وكان لازم تكون اول عاده انا بتكلم عنها لان فعلا العاده دي ناس كتير جدا ما بتاخدش بالها منها برغم المشاكل اللي بتعملها لهم في حياتهم. العاده دي هي انهاء النقاشات الغير مفيده. شوف كم مره ضيعت وقت كتير جدا ما بينك وبين حد صاحبك او حد ما تعرفوش على السوشيال ميديا او حد كان جنبك في المواصلات او المترو او اي مكان انت كنت فيه. الوقت اللي انت كنت بتضيعه مع الحد ده في مواضيع ليست لها قيمه، مواضيع ونقاشات ضيعت فيها وقت، ضيعت فيها مجهود، ضيعت فيها طاقه بدون اي فائده. الموضوع ده زي مواضيع الكورة، زي موضوع السياسة، زي موضوع اخبار المشاهير والفنانين، زي موضوع الترندات اللي بتحصل على السوشيال ميديا. كل المواضيع ده وتربطها ببعضها انت مالكش اي فايدة فيها، حتى لو قعدت تضيع فيها مزيد من الساعات ومزيد من النقاشات في الاخر هتخرج بدون اي فايدة وبدون اي قيمة من الموضوع. شوف الوقت اللي انت كنت بتضيعه في موضوع زي ده او نقاش زي ده وشوف كده مع نفسك، اسأل نفسك هل فعلا استفدت حاجة؟ هل فعلا الوقت اللي انت ضيعته في النقاشات دي كلها كانت بتفيدك بشيء؟ هل فعلا خرجت بحاجة كده لها قيمة او حاجة فادتك في حياتك او في شغلك او في تفكيرك او في شخصيتك؟ صدقني قبل ما تضحك على نفسك وتقول اه، هي الاجابه صفر. مفيش اي فايده ولا قيمه من كل النقاشات اللي الطرفين فيها بيكونوا عايزين يثبتوا للطرف الثاني ان هم اللي صح، بل بالعكس الموضوع بيضرك اكتر، بيأثر على نفسيتك وعلى تفكيرك وعلى شخصيتك. لان في كل نقاش من دول انت تدخل في نقاش مع حد ممكن تتعصب وتتنرفز وتشتم وهو يشتمك وانت تشتمه، ويدور كده تعصب حد في النقاش، لان في الاول والاخر مفيش هدف من النقاش والموضوع اصلا موضوع غير مجزي وغير نافع بالمره. معظم الاشخاص اللي بتتناقش معاهم في الموضوع ده كلها هو شخص فقط عايز يثبت ان رايه هو اللي صح وان رؤيته للموضوع هو اللي صح وان نظرته عن كل الافكار اللي حواليه هو بس الوحيد اللي صح والباقي كله غلط. فلو سمحت انهي النقاشات دي تماما ووفر كل الوقت والمجهود ده لنفسك ولشخصيتك ولحياتك، واستغل الوقت ده كله في حاجه نافعه او في حاجه انت عايز تستثمر فيها وقتك من زمان ومش لاقي. العاده الثانيه وهي استخدام التو ليست او قائمه المهام. تخيل معايا كده ان انت شخص صاحي من النوم مش عارف هيعمل ايه النهارده. تقريبا او كل اللي هيحصل ان انت هتصحى من النوم هتعمل حاجه تشربها، هتمسك الموبايل، هتفضل طالع نازل على السوشيال ميديا بكل انواعها، هتخرج بره شويه قدام التلفزيون شويه، هتتكلم مع حد صاحبك شويه، وفي نهايه اليوم هتكتشف ان اليوم عدى منك وانت ما عملتش اي حاجه. ولكن تعال نبص للموضوع من منظور تاني. لو انت شخص صاحي من النوم عندك تو دو ليست محضرها لليوم اللي انت بدات فيه، ورقه زي دي مثلا هتكون كاتب فيها الاعمال او المهام اللي انت عايز تنجزها في اليوم ده او الحاجات اللي انت عايز تعملها في شغلك النهارده. فبالتالي هتصحى من النوم عادي زي المره الاولانيه، هتعمل مشروبك المفضل، ولكن المره دي بقى مش هتقع في الفخ اللي انت بتضيع الوقت بتاعك فيه. المره دي هتروح تجيب التو دو ليست بتاعتك او قائمه المهام اللي انت عملتها من بالليل وتبدا تطبقها او تبدا تشتغل عليها. هتجيب الورقه بتاعتك هتلاقي ان انت مكتوب عندك المهام الاولى انك تنجز كذا، المهام الثانيه انك تخلص كذا، هتبدا تحطها قدامك وتبدا تنفذ وتبدا تشتغل وتحس فعلا ان الوقت بتاعك انت بتنتج فيه وانت بتنجز فيه ومش لاقي عندك وقت بيضيع، وفي نفس الوقت بتخلص حاجات. فالتخلص ده هيحسسك بالانجاز، الانجاز ده هيخليك تشجع اكتر، تحمس اكتر، تنجز اكتر من حاجه في نفس اليوم اللي انت ضيعته امبارح وما كانش فيه اي حاجه انت انجزتها. بل بالعكس انت ممكن كمان تزود حاجات كنتش ناوي تعملها النهارده لان فعلا حسيت ان انت عندك وقت، حسيت ان انت استفدت من وقتك، وكمان يومك كان منظم فقدرت تخلص كل اللي انت عايزه، وكمان فاضل عندك وقت تعمل فيه حاجات كتير مختلفه. العاده الثالثه وهي مراقبه وتنظيم الوقت. لاحظ بس العاده، مراقبه وتنظيم الوقت. انا ليه ما قلتش تنظيم الوقت وخلاص؟ ايه كلمه مراقبه دي؟ السر كله او التركية في كلمه مراقبه الوقت. العاده دي احسن العادات اللي ممكن تكتسبها في حياتك او احسن العادات اللي ممكن تخليك محافظ على تنظيم وقتك لوحدك بدون اي دافع. عشان كده قلت لك في اول العاده مراقبه وتنظيم الوقت. اول ما تبدا تراقب وقتك هتحس فعلا بالكارثه الحقيقيه اللي انت فيها، هتحس بكميه الوقت الطاير منك بدون اي فايده، هتحس بقيمه الوقت اللي انت كنت بتضيعه كل يوم بدون اي احساس. ليه بدون اي احساس؟ لان انت فعلا كل يوم بتعمل الحاجات دي فانت مش مدرك للوقت اللي انت بتطيره منك، وفي دماغك ان ده العادي او ده روتين او ده اللي بيحصل حواليك. لما تبدا تسجل الوقت بتاعك وتبدا تراقب وقتك كل يوم هتلاقي انك بتضيع 3-4 ساعات على السوشيال ميديا، ساعتين بتتشات في حاجات ملهاش اي لازمه، 3-4-5 ساعات كانت ضايعه كده في مدار اليوم وانت ما بتعملش فيهم حاجه مفيده، وفي الاخر ال 24 ساعه بتوعك ما فيش فيهم حاجه نافعه. ليه؟ انت ما كنتش مدرك ان الوقت ده كله بيضيع، ما كنتش مدرك ان حجم القعده على الفيس دي 3-4 وساعات 5 ساعات. انت فاكر ان هي 10 دقائق كده بتبص عشان انت بتسكرول بسرعه، فاكر ان الوقت ده وقت صغير جدا، لكن هو وقت كبير، كبير بشكل خرافي، كبير بشكل هيوهمك، ولكن لما تبدا تجرب بنفسك وتبدا تراقب وقتك. العاده الرابعه ودي عاده ثابته كالعاده بتاعتنا هي عاده القراءه.
القراءه. تقريبا مفيش حاجه في حياتك هتغير تفكيرك وشخصيتك وعلمك واسلوبك زي القراءه. ممكن يكون في بدائل للقراءه ولكن بدائل مؤقته. عمر بدائل القراءه ما كانت بدائل اساسيه او بدائل دايمه او بدائل تنفع ان احنا نلغي خالص موضوع القراءه من حياتنا، لا، هي بدائل مؤقته او بدائل مساعده لموضوع القراءه. ولكن العامل الاساسي اللي غير حياه اي حد في الكون ده كانت القراءه، او في معظم الاشخاص هتكون القراءه. يعني انا مش محتاج اتكلم عن الموضوع ده كتير لان فعلا غيري ملايين الناس اتكلموا عن موضوع القراءه، ولكن انت مش هتدرك القيمه فعلا بتاعه القراءه غير لما تجربها بنفسك وتتحط في الموقف وتشوف الفائده الكبيره اللي هتكون وتحصل عليها في كل مره بتقرا كتاب او بتخلص كتاب. فدي العاده اللي كانت سبب في تغيير حاجات كتير جدا في حياتي، بل كل حياتي على بعضها من اولها لاخرها. اقرأ. العادة الخامسة والأخيرة، اشغل نفسك بنفسك فقط. يمكن دي نصيحة غريبة شوية أو نصيحة زي ما تقول كده خليك في حالك، بس فعلا الموضوع هيفرق معاك جدا لما تبدأ كده تقفل على نفسك شوية وتشد نفسك كده وتهدى وتسمع أكتر وتتكلم قليل وما تعلقش على كل حاجة وتخليك في حالك. كل الناس عندهم عيوب، كل الناس عندهم أخطاء، كل الناس عندهم حاجات نفسهم يعملوها، بس أنت شغل دماغك بكل ده ليه؟ اشغل دماغك بنفسك بس، بمستقبلك أنت بس، بالحاجات اللي أنت عايز تعملها في حياتك بس، بأخطائك وعيوبك أنت بس وحاول تصلحها. اشغل نفسك بالحاجات الخاصه بيك وبحياتك فقط، ما تضيعش وقتك وعقلك وتفكيرك والطاقه اللي عندك في انك تشغل نفسك بحاجات ملهاش لازمه واشخاص مش هيفيدوك، بحاجات هتضيع وقتك وتوهمك على الفاضي. اشغل نفسك بحالك وبالحاجات اللي انت عايز تنجزها وبحياتك. يعني الموضوع بسيط، الموضوع سهل، خليك في حالك. يعني خليك في شغلك، في افكارك، في حياتك، في اسرتك، في الحاجات اللي انت بتعملها في حياتك، وانشغل بحالك فقط. ما تشغلش دماغك بالعالم اللي حواليك ده غير في الحاجات فعلا المفيده او الحاجات اللي هتفرق معاك. دول كانوا خمس عادات فرقوا معايا جدا، واتمنى ان كل سنه او كل فتره من الزمن يضاف لي عادات جديده تفرق معايا وعادات جديده تصلح مني وتصلح من شخصيتي وتصلح من اسلوب العيشه اللي انا بعيشه وتساعدني ان انا اكون عايش عيشه افضل او عايش باسلوب حياه افضل. شكرا جدا انك اتفرجت على الفيديو لحد هنا، يا رب اكون افدتك حتى لو بشيء صغير. ما تنساش لو انت عندك عادات غيرت حياتك انت كمان ووصلتك لحل احسن وافضل، سيب لنا العادات دي في الكومنت وان شاء الله نبص عليها ونحاول نشارك العادات دي مع الناس ونحاول احنا كمان نتبادل عادات جديده ما كناش بنعملها. المهم في الاخر يعني ان يكون في عندنا عادات وحاجات حلوه بنعملها بتفيدنا وبتفرق معانا في حياتنا بشكل افضل وبشكل احسن. شكرا جدا، واشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام عليكم.